السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، برحب بكم معايا في الدرس، أو مش هنقول درس وممكن نقول تيب أو تكنيك لصناعة برومو أو المستخدم في البروموهات بتاعة نشرة أخبار الدنيا، على ما أعتقد دي باكستانية مش عارف، بس كان طلبها أحد الإخوة مننا في الموقع. نفس التكنيك ده مستخدم في البرومو ده، وهو المستخدم في البرومو ده برضو، اعتقد اجيبهم الاول، اللي هو التكنيك بتاع خروج تكست من تكست وتفريغ تكست من تكست. فان شاء الله نتكلم عليه بسرعة قوي لان هو مش هياخد مننا وقت طويل. تعالوا الاول نروح نعمل التكست الاساسية، نروح ل تكست. انا هجربها على حرف واحد بس وليكن حرف الجي، ونصغر التكست دي شوية ونخليها اكس زد بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تعالوا نكبر بس التكست دي شوية وليكن نخليها 200 زي ما كانت، طبعا انت حر في الحجم. بعد كده هنروح لإكسترود نيربس ونحط كده، طبعا الإكسترود نيربس بينزل على الزد، ده هنخليه زيرو وننزله على الواي، نخليه مثلا وليكن ب 60 حاجة بالشكل ده كده. ممكن نروح نقول له كابس، نقول له فيلت كابس، فيلت كابس بسرعة، ونخلي دي مثلا ولتكن 2، ونخلي دي ولتكن 2، والستبس 4، والستبس هنا مثلا تكون 4. مش عايز اتطرق لموضوع ان جونز وريجولار جريد والكلام ده كله علشان ما ناخدش وقت. دي وليكن هنسميها البيز ليتر، نسيب البيز ليتر دي زي ما هي كده، ونعمل منها دوبليكيت ونسمي دي بيز ليتر بولي بالشكل ده كده. هو الفرق بقى ان انا عايز اصغر دي حبتين. هروح للتكست مبدئيا، المفروض واحد يقول لي طب ما انا ممكن اجي على التكست واعمل سكيل. طيب تعالوا كده نصغر دي، تعالوا اسف نقفل الاكسترود ونقفل هنا الاكسترود خلاص عشان اوريكم الفرق. لو انا مسكت التكست دي ورحت هنا جيت عملت سكيل، زي ما انتم شايفين شفتوا السكيل عمل ايه. واحد يقول لي لا السكيل مش من هنا يا باشمهندس، المفروض تروح تعمل سكيل من هنا. ماشي، تعال لو عملنا سكيل من هنا نفس الموضوع. اذا الحل ان انا هشتغل على دي كسبلاين نيربس، اسف كاديتابل سبلاين، هضغط سي هنا وسي هنا لان احتمال ارجع لي دي تاني. هاجي على السبلاين، طبعا لو انا عايز الموضوع يبقى جودته اعلى من كده يبقى مش هخليه ادابتف، ممكن اخليه سب ديفايد تمام، او ممكن اخليه ناتشرال وازود عدد السيجمنتس. نفس القصه في ده، ممكن اخليه ناتشرال وازود عدد السيجمنتس زي ما انا عايز. طبعا لو جينا عملنا كده هنلاقي فيه فرق في السموثنس بتاع الشكل. طيب لو جينا للسبلاين نربس الاولاني، تعال نشيل ده بحيث ان احنا يبقى قدامنا بس السبلاين ده. اولا انا عايز البيز ليتر دي لوحدها، والبيز ليتر بولي. اولا البيز ليتر ده اللي هو الليتر الاساسي تمام، احنا عايزين نفرغه او نعمل فيه زي شق او حرف. طيب هنروح للبيز ليتر ده ونروح للسبلاين، انا هقفل ده خالص، ونروح للسبلاين وهختار الموديل تول واضغط في من في، اخد ايديت سبلاين واقول له كرييت اوت لاين. كرييت اوت لاين بيعمل سكيل او بيعمل اوت لاين للسبلاين بس بنفس المقاسات ونفس المسافات بين البوينتس والسيجمنتس بالظبط. لو ضغطت كده وضغطت سحبت لجوه هيعمل لي اوت لاين، لو سحبت لبره هيعمل لي اوت لاين خارجي. انا عايز افرغ تمام من جوه، فهعمل اوت لاين داخلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مثلا. طيب كده عملت اوت لاين، اتبقى ليا البوينتس اللي بره. هرجع للبوينت مود واختار اي بوينت مود، اي بوينت تعجبك، اختار البوينت دي مثلا، اضغط في قول له سيلكشن وقول له سيلكت كونكتد. سيلكت كونكتد، لو ضغطت سيلكت كونكتد بيسلكت كل البوينتس اللي عامله كونكت مع البوينت اللي انا اخترتها. بعد ما تعمل سيلكت اضغط ديليت علشان تدلت البوينتس دي، هشيل السبلاين ده كمان خلاص، بحيث يبقى احنا شغالين على سبلاين واحد بس عشان ما نتوهش. كده احنا عملنا اوت لاين من السبلاين الاولاني. لو رجعنا الاكسترود نيربس ورجعنا ده
بالشكل ده كده، هنلاقي ده اكبر من ده. كل اللي احنا هنعمله ان انا همسك ده وهروح على الاوبجكتس وارفعه لفوق شويه، تمام بالشكل ده كده. لو محتاج تصغر نصغر، مفيش اي مشاكل. ارجع للسبلاين واقفل الاكسترود نيربس بتاعي كالعاده، واروح للموديل تول واضغط في ايديت سبلاين واقول له كرييت اوتلاين، واصغر كمان حبه بالشكل ده كده. وبعدين اضغط اخد السلكشن تول واروح للبوينت مود واختار بوينت من الاوتلاين اللي بره، واضغط في سلكشن سلكت كونكتد، وبعدين اعمل ديليت بالشكل ده كده. ارجع كل حاجه زي ما كانت بالمنظر ده. بعد كده تمام، انا عايز اسيب البيز ليتر ده زي ما هو، هاخد منه دوبليكيت والغي ده دلوقتي. هاخد البيز ليتر واخد البيز ليتر بولي، واخد الاثنين واحطهم جوه بولن اوبجكت بالشكل او بالمنظر ده كده، علشان اطرح ده من ده. طبعا انا ممكن بمنتهى البساطه ارفع ده كده او اقول له بي سبتراكت ايه، لكن انا هرفع ده بالشكل ده كده. يبقى هو تاني تمام بالشكل. اروح للبولي الاول واقول له ايه وداوت بي او ايه انترسكت، احنا بنجرب بصراحه ده كده ايه يونيون، لكن عايز اقول له ايه سبتراكت بي. المفروض بقى ده هيبقى فوق كده، كله كده باين. طيب لو رجعنا للبولي وقلت له ايه انترسكت، طب ايه وزاوت ايه وزاوت بي. طيب نشوف كده، لو خلينا ده ادابتيف وخلينا ده ادابتيف تمام. يبقى الفكره فكره ان هو الاثنين ما كانوش قد بعض بالظبط على ما اعتقد في موضوع الترانسفورم. هخلي ده ولتكن واحد، واخلي ده برضو وليكن واحد. كل ما بقلل الانجل كل ما بيدي سموز اكتر. يبقى انا بالشكل ده فرغت بالمنظر ده كده. عندي البيز ليتر ده خلاص، ده الاساسي. هياخد وقت شويه على ما يترندر ونفتح ده كده. يبقى انا لو جيت عملت ده كده، يبقى انا خدت الحاجه الاولانيه كده. ده الانيميشن الاولاني، اعتقد كده واضح قوي تمام بالشكل ده كده. لو عملنا بلاي تمام، او جينا خلينا الديسبلاي خلينا جراد شيدنج بحيث اشوف مين جوه ومين بره تمام بالشكل ده كده. تعالوا الاحسن من ده كله، نحط خامه، اي خامه تمام، وليكن خامه تجريبيه حتى. ناخد ده نرميه على البيز تمام، ونخلي الديسبلاي كده ونعمل ريندر تمام. المفترض ان احنا هنكبر الاثنين دول حبتين. ممكن نكبر الاوتلاين، او ممكن ان انا اخد السبلاين ده احسن واصغره. ده هيبقى احسن بكتير قوي، عشان كده قلت نعمله سبلاين. اقفل بس كل القصص دي كده، واخلي السبلاين ده بس مفتوح، واروح للموديل تول واضغط في ايديت سبلاين، واروح اقول له كرييت اوتلاين، وعايز بس ازق لبره حبتين. هضغط بقى المره دي على البوينت مود، واروح على السلكشن تول واخد بوينت من اللي جوه المره دي، في سلكشن اقول له سلكت كونكتد، واقوم جاي عامل ديليت بالشكل ده كده. ارجع افتح الكلام ده كله، هلاقي الدنيا عندي مظبوطه، مفيش فيها اي مشاكل خالص بالشكل ده كده تمام. طبعا اعتقد كان في البرومو كان عكس العمليه، بس مش مشكله. انت اعكس الايه، اعكس السكيل خلاص عشان تلاقي عكس العمليه بتاعتك. طبعا لو ده يبقى جوه ده يبقى اللي بره. مفيد قوي على فكره الموضوع ده، لو كنت انت عايز تعمل خامه جوه وخامه بره. يعني انا ممكن اخد دبل كليك ليدي واخد ده كده واقوم عامل له خامه ثانيه خالص، بحيث يبقى في خامه من جوه وفي خامه من بره بالشكل ده كده. طبعا الانيميشن لو انا رحت للباشا ده اشوف الاول ده ارتفاعه كام، ده ارتفاعه لا سيبونا من ده، انا عايز ارتفاع ده، ده ارتفاعه 60 وده ارتفاعه برضه يبقى 60 بالشكل ده كده. لو جينا عملنا ريندر هنلاقيه بالمنظر
اللي احنا شايفينه ده. طبعا اللي كان بيتسحب من جوه دوت هو نفس التكرار بالظبط، خلاص بس هتبقى الانيميشن بالسالب للاكسترود نيربس. طبعا ناخد الافندي ده وناخده لتحت كده، نخليه صفر بالمنظر ده، ونعمل كنترول كليك عشان ندي كي فريم، وناخد مثلا عند الفريم 60 ونعليه ل اعتقد كان 73، والله ما انا فاكر حتى كان كام، كان 60 مش 73. مين اللي كان 73؟ 73 بالشكل ده كده خلاص، واعتقد بالمنظر ده. تهيألي في حركه مخالفه للحركه دي اللي هي حركه الاكسترود نيربس ده، لو سحبته لتحت كده تمام هلاقيه بالشكل ده. محدش يتوقع ان هو يعمل او يعمل الفتحه اللي كانت معموله هنا دي. خلاص لو احنا رجعنا ده تاني زي ما كان، عملنا كنترول زد نرجعه بالشكل ده كده تمام، هنلاقيها بالمنظر ده. طبعا هي كانت في البرومو بالشكل ده، وبعدين بتطلع بالمنظر ده كده تمام. اعتقد كان في واحده في النص تمام، اعتقد كان في واحده في النص، او دي كانت بتطلع متهيألي بتطلع مشقوقه، بيطلع فيها شق كده تمام. اعتقد الشق ده بحاجه بسيطه جدا متهيألي، لو خدنا تمام، لو خدنا البولي ده عملنا له دوبليكيت، واعتقد لو عكسنا، لو عكسنا الموضوع خدنا دي فوق دي تمام، هنلاقيه بالشكل او بالمنظر ده كده. او مش نعكس، ممكن والله ان احنا نقول له تعال نجرب في البولي كده، لو قلت له ايه سبتراكت بي ما جاتش، طيب ايه انترسكت بي برضو ما جاتش، طب قلت له ايه وزاوت ايه وزاوت بي ورفعنا ده هنا، انا عايز ايه سبتراكت ايه انترسكت، لو عملنا ريندر لا ما جاتش. انا هو بصراحه في طريقه بس ايه يعني انا طيب هنعمل ده كده ونشيله تمام، ونشوف الانيميشن، ونشوف الانيميشن ده كده تمام. اعتقد ان احنا هنعمل بولن مع البيز، البيز لتر عشان نعمل فيه الفتحه دي. طيب هناخد البيز لتر ونعمل له دوبليكيت، ونلغي الانيميشن تراك بتاعه بس بعد ما نوصل لاخره، خلاص كليك يمين وانيميشن واقول له ديليت تراك عشان يفضل ثابت على القيمه دي. واللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين ناخد البيز لتر الاولاني ده ونعمل له بولي مع البولين دوت. مش عارف هينفع نعمل بولي مع البولين ولا لا، لكن لو خدنا بول وخدنا الاثنين دول حطيناهم جوه البولين اوبجكت، طب نشيل ده بقى كده خالص تمام، ونشوف هل هينفع ولا لا. لو قلت له ايه انترسكت ولا اي حاجه، يبقى مش هينفع ان احنا نعمل بول مع البولين. طيب الحل تمام ايه الحل؟ طيب ندلت البولين ده ونرجع ليه شغلنا تاني. طب انا عايز اعمل بولين مع الاوبجكت اللي طالع ده ماشي، هناخد البيز لتر ده نعمله دوبليكيت ونشيله دلوقتي، ونمسك الباشا ده ونروح للسبلاين تمام. وعايز اخلي السبلاين صغير قوي، عايز اخلي السبلاين صغير قوي خلاص المره دي، يعني اصغر من ده كمان. طيب هروح للموديل تول واضغط في اديت سبلاين واقول له كرييت اوت لاين، واسحب لجوه خالص بحيث انه يبقى بالمنظر ده كده، واضغط على البوينت مود واروح على السلكشن تول واجيب في واقول له سلكشن
select connected واقول له delete بالمنظر ده كده. اتبقى لي السبلاين اللي جوه تمام بالشكل او بالمنظر بالشكل او بالمنظر ده. طيب لو رجعت ده كله تاني زي ما كان تمام وجبت ده برضو تمام زي ما كان، ده اللي بره وده اللي جوه تمام، ولو خدنا ده عملنا له دوبلكيت وجينا زقينا ده لفوق كده وخدت الاثنين دول ورحت رايح على البولن، خدت البولن حطيته في الاثنين دول وخفيت ده تمام. المفترض بقى عايز اقطع عايز اقطع ده من ده، لو خدت البولن ورحت عملت ريندر مفيش. طيب لو خدت ده وزودت الارتفاع بتاعه شوية تمام بالمنظر ده كده، رجعت بس ورا لازم ازود الارتفاع بتاعه عشان يقطع، لازم ازود الارتفاع علشان يقطع تمام. وجيت اجيب ده بقى كده تمام، وخدت ده قلت له ايه سبتراكت بي، خدت وسحبت فوق ده عملت رندر. هي فاضل اي حاجه في البولين بقى، طب ايه وزود دي متهيألي ما خدش الكي فريم ولا خده البولين ده في حاجه، ايه هي بقى الحاجه دي؟ طيب نشيل ده ونشوف بس الحرف اللي جوه ده هنعمله ازاي، نعمله ازاي. احنا عايزين الشيء اللي جوه ده يقطع الكبير، يقطع الكبير ده. طيب ماشي، هاخد البيزليتر ده دوبلكيت، هحاول اوعدكم ان ده يبقى اخر دوبلكيت، وهنعمل دي سمول، نرفع بس دي فوق دي كده عشان نبقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي، ونروح على ده وناخد سبلاين ونضغط في edit spline create outline تمام. نقفل بس ده كله كده، واي سبلاين هنا كمان عاوز اقفله واقفل ده، نضغط على السبلاين ده مود التول واخد اوت لاين لجوه بالشكل ده ناتشرال. طب خليها ادابتف، خلي تجيب واحد تمام ماشي كده، يبقى بالشكل ده. لو عملنا كده كده جبنا الاكسترود، او كده جبنا الشكل اللي احنا عاوزينه لو جينا عملنا كده. طيب خلي ده مقفول، لو جينا عملنا فتحنا ده احنا فعلا جبنا الشكل اللي احنا بالظبط كده، احنا جبنا الشكل اللي احنا عاوزينه بالتمام والكمال. يعني ده في الاخر كده ده ولا له اي لازمة، ده ولا له اي لازمة. يعني لو عملت كده هيقفل، هيقفل ده، لو انا جبت كده قفل ده. طيب لو انا عايز لا احنا كده كده احنا تمام كده، اعتقد بالظبط احنا زي الانيميشن بتاع البرومو اللي احنا شفناه. ولو في حرف انت عايز
تعمله هنا مفيش اي مشاكل، نفس التكنيك بالظبط، بس هتخلي الاوت لاين صغير قوي عشان ينزل في الشيب اللي هنا ده. بسرعه ده كان درس كده، مش هنتطرق بقى الخامات واضاءه والكلام ده كله، تمام، لان ده درس بس للتكنيك دوت، يعني قلت اعمله على السريع. اشوفكم ان شاء الله في محاضره جايه باذن الله. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.